اللهم احفظ المسجد الأقصى وغزة من كيد الكائدين ومن عدوان المعتدين ومن مؤامرات المتآمرين ومن عجرفة الصهاينة المجرمين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا الله. اللهم لا تحقق لهم غاية، اللهم لا ترفع لهم راية، اللهم نكس لهم كل راية يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم احفظ المجاهدين في كل مكان واحفظ المرابطين في كل مكان. اللهم إنا نسألك باسمك الحفيظ أن تحفظنا، أن تحفظ بلدنا، أن تحفظ بيوتنا، أن تحفظ أولادنا ونساءنا وآباءنا وأمهاتنا. اللهم احفظهم يا حفيظ وسلمهم يا سلام. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارزقنا صلاة في المسجد الأقصى عن قريب يا رب العالمين. اللهم ارزقنا في صلاة عن قريب يا أكرم الأكرمين، واجعلنا من عبادك الفاتحين له يا رب العالمين.